الحالة دولة الحالة دولة أمي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وانت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة أنا بعيط بسبب التليفاكس يعني. وقف لك في زورك يعني اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي تغير قلبك أنت أصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك ست أيام. ليه دولة؟ نفس الوزن عن نسيان ست أيام وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة وطول عمري بجاملها وأقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني بقوله. طب وإيه المشكلة يعني ما تتجوز وتسيبك؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة هي صورتها ما بتفرقش خيالي يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. أنا مش فاهم، يعني أنت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، أنا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده إيه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايماً بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده إيه النظافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك، طب دي حاجه كويسه قوي. على كده بقى انت ليك اخوات في الرضاعه يا رمزي؟ يا دولة انا كل البهايم اللي في البلد اخواتي في الرضاعه. بس على كده هتبقى مشكله كبيره قوي انك مش هتعرف تتجوز اي حد من البلد، كلهم اخواتك في الرضاعه. اقول لك بص، ممكن تتجوز من اي بلد تاني او سوق التلات يلا مليان بهايم كده. يا دولة وانا عندي دماغ بقى قاعد افكر في الجواز والكلام ده الدنيا تلاقي. والله يا صراحه يعني يا رمزي انا عمري ما هلاقي زيك يعني. أمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما سيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبيتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دولة يا حبيبي، بقول لك إيه يا دولة يا ابن عمي يا حبيبي، أنا دلوقتي عايز يعني أجيب البهيمة سونيا أقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان أرجع أنام في حضنها تاني وأشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف هذا رمزي لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل إيه؟ مش هتقدر تمد إيدك عليها طول ما أنا عايش يا عادل يا سعيد. تعلي صوتك عليا يا ده انا اقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده انا ممكن ابلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولة الاول، لا يا دولة. يلا خلاص انا كنت بهزر. يلا يا رمزي يا مسوخ يا دولة، يلا بتوع الكلاب مالهم ومالك يا عميس. يلا يا دولة ولا يا دولة، يلا بهزر. ولا يا دولة. ايوه يا ام رمزي، دلوقتي رمزي عمال بيكسر في البازار وعمال بيكسر في التماثيل ومتمرمخ في الارض وعمال بيعيط. ايوه يا ستي رمزي ابنك، هو انت عندك ولاد غير رمزي؟ منتشر في العيله وراثه. ايوه انا عادل. عادل امام هيكلمك ليه يا ستي؟ انا عادل ابن عم رمزي. ماشي يا ام رمزي، مستنيك. مع السلامه. مع السلامه. يعني انا عايزه افهم دلوقتي انت ايه اللي حشرك في الموضوع ده؟ اصلا موضوع معنوي عائلي، انت مالك بتتدخل ليه؟ بتدخل ليه ايه يا رانيا؟ يا رانيا رمزي مدمر البازار، انا مش فاهم ايه اللي عامله ده وكل الدوشه اللي عاملها دي عشان امها تتجوز. وفيها ايه لما امه تتجوز؟ ليه يقف قدام سعادتها واستقرارها؟ الله الله الله، ايه حكايتك يا ماما؟ شكلك بتشاور عقلك على العريس ولا ايه؟ وافرض يعني فيها ايه يعني؟ لا انا ما افرضش البلا قبل وقوعه. ده عشم ابليس في الجنه يا عادل، ما تخافش دي كلها اوهام وعمرها ما هتتحقق. يا جماعه انتوا اصلكم مش فاهميني، انا مضطر اجاري رمزي في حكايه الجاموسه دي لانه بجد اعصابه انا اول مره اشوفه كده، ده كان هيتهجم عليا. طب بابا ما تيجي نشتري الجاموسه دي ونحطها عندنا في البلكونه؟
تصدقي ممكن دي تبقى فكره كويسه جدا، ناخد منها اللبن بقى ونحلبها ونعمل منها جبنه ونعمل منها زبده ونعمل منها قشطه وننافس بقى السوبر ماركت اللي تحت. يا ياسمين يا حبيبتي، الجاموسه مش من الحيوانات اللي تتربى في البيت، يعني هي مختلفه تماما عن الارنب والفرخه والاسد. طب بابا، طب اجيب لي اسد. عايزه اسد؟ حاضر يا حبيبتي، اعدي ان شاء الله على المحل بتاع الاسود اجيب لك اسد صغير كده. عايزه اسد لونه ايه؟ اخضر. اخضر وبفيونكه من فوق. عارف يا عادل، الحل الوحيد لمشكلة رمزي انك تخليه نفسن على الجاموسة. معقولة يا رانيا؟ يعني هي نفسن على الجاموسة ايه؟ اخليها مثلا تاكل البرسيم بتاعه؟ خليك ورايا بس يا عادل، انت تجيب الجاموسة عندك في البازار وتقعدها وتربيها وتدلعها وتهننها، فالواد رمزي بقى ايه هيغير منها جدا وما هيصدق، هيقوم واخدها كده ومش بعيد قوي يذبحها ويوزع لحمتها. بصي ايه، يعني هو رمزي غبي اه، بس مش لدرجة انه ينفسن على جاموسة. ينفسن على جاموسة؟ الجواز يا ابني حق علينا. ايوه ياما، والحق لازم يرجع لصاحبه. ايوه الحق. والحق حبيب الله. حقكوا عليا انتوا الاثنين، خلصونا. هتعملوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ شوف يا رمزي، انا لازم ابيع سونيا دي علشان انا لازم اشوف مستقبلي. ايوه ياما، ما انا عارف يعني ان انت لسه في براعيم الشباب، لكن برضك يعني ما تنسيش ان سونيا دي ياما شالتك، يعني ياما كنست لك الدار وياما زغطت لك البط وياما حطيت لك كمادات لما كنت بتسخني. ده ايه الجاموسه العجيبه دي؟ انتوا جايبينها من السيرك ولا ايه؟ ايوه، امها كانت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي، بس اهو لو جالك الطوفان حط سونيا تحت رجليك. ياما بص اسمعي بقى، انت لو رميتي سونيا دي انا هاجي اولع في محصول الزباله اللي انت زرعاه. انتوا زارعين زباله؟ ما شاء الله. زارعين ايه بقى؟ صفايح فاضيه مثلا وازايز زيت فاضيه؟ اسكت انت يا دوله بدات. بص والله العظيم لساني طولك بلفظ نابي. لا انا اسف يا استاذ رمزي، اتفضل اخلص عشان امك موجوده. اخلص يعني انت اللي مزعلك حكايه البهيمه سونيا؟ ايوه ياما، بص بقى يعني ما هو بصراحه يعني ما يرضيش ربنا احنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين احنا لازما يعني احافظ عليها لانها بمثانه امي. مثانه امك؟ هو اكيد تحال ابوك بقى. بص يا دوله والله العظيم لو مسكت بص ايدي هتطولك بالشلوط. ايدك بالشلوط على اساس ان انت ماشي باربع رجلين؟ اتفضل، انا اسف اسف. طب انت ايه رايك يا رمزيزي؟ هاي رمزيزي التاني يلا. يعني رايك ان احنا ناخد البهيمه سونيا ونحطها مع البهيمه ميمي والبهيمه فيفي في الزريبه بتاعه جليطه؟ اسفا متاسفا يا اما مش موافق، الا اذا هي اللي طلبت كده. وهي هتطلب كده ازاي؟ يعني هتفتح عليها الزريبه تلاقيها محضره الشنطه بتاعتها؟ انا عارفه ان هي مش هترضى الا لما تقنعها انت. خلاص يا اما ما تزعليش نفسك، من العين دي قبل العين دي، انا هكلمها في الموضوع ده. وجاب لك ايه كمان يا اختي؟ وجاب لي منكاش اكنس بيه وافرد بيه شعري، اصلا انا حنيته. ده بالفيس يعني تيس؟ احنا ما عندناش في البلد حد بيربي تيوس. ويا اختي جليطه، ده شافك فين ولا عرفك فين؟ اقول لك، اصل هو اتقدم لي قبل ابو رمز ما يتقدم لي سنه مفاحته الكنال، وكان يمشي يزعق في البلد ويقول يا رمزي انت فين يا رمزي.